هبدأ إخبارية جديدة، عندنا أخبار سامسونج، شاومي وأبل. إيه هي تلك الأخبار؟ يلا بينا تعالوا نشوف. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هبدة إخبارية جديدة. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الأخبار بتاعتنا، ما تنساش اللايك، سبسكرايب، فعل النوتيفيكيشن بيل، وممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج، يعني بعمل لها فولو على الماشي كده. وما تنساش ان الحاجات البسيطة دي من حضرتك بتساعد جدا في دعم القناة وبتساعد في انتشار المحتوى، والأهم من ده كله انها بتساعد في دعم نفسية العبد الفقير إلى الله. يلا مش عايزين نطول عليكم، خلونا ندخل في صميم تلك الهبدة. خلونا كده نبدأ بالخبر الأول، وهو من العملاق الكوري شركة سامسونج. سامسونج وزي ما احنا عارفين كده بتتربع على عرش الهواتف القابلة للطي، ده شيء طبيعي جدا لأنها تعتبر كده الأب الروحي للفولدبلز موبايل. ولكن مع التنافس الشديد من الشركات التانية زي فيفو وشاومي، وفي لسه شركات تانية هتيجي هتدخل في قصة الهواتف القابلة للطي، فسامسونج قالت لا ما بديهاش، لازم افكر في فكرة جديدة كده نضرب بيها الناس اللي دخلت نفسنا دي. وعشان كده سامسونج فاجئتنا ببراءة اختراع جديدة، الا وهي هاتف قابل للانزلاق. ومش بس كده، سامسونج قدمت تصميمين لهذا الموضوع، وكانت التصميم الاول ان هاتف بينزلق بشكل رأسي. والمثير في الموضوع ده ان في التصميم بتاع سامسونج ما كانش فيه اي اشارة للكاميرا الامامية، او بمعنى اصح مش ظاهرة لنا الكاميرا الامامية، في اشارة كده لامكانية وجود هذه الكاميرا تحت الشاشة. والموضوع ده مش جديد على سامسونج، شفنا القصة دي في الجالكسي زي فولد 3. ولكن يبدو كده ان القصة دي نخششت شوية في دماغ سامسونج وقررت انها تشتغل عليها وتطور في القصة دي. وفي صور براءة الاختراع دي هتلاقي كده في خلفية هذا الجهاز السامسونج ناوية تعمله في خمس دوائر. خمس دوائر بقى، هل هم كلهم خمس كاميرات؟ في منهم واحدة فلاش، واحدة لتقنيات جديدة للعرض زي مثلا بروجيكتور مثلا. لسه ما حصلش اي تنويه عن الخمس دوائر دول هيكونوا ايه بالظبط. غير كده ان الصور كمان موضحة ان هيكون في شاشة خلفية، وغالبا كده هتكون معمولة في حالة انك لو حابب تاخد سيلفي لكن بالكاميرا الاساسية بتاعتك، يعني عشان عايز تاخد سيلفي بالكاميرا الخلفية او الكاميرا الاساسية تقدر تشوف نفسك. فطبعا الكاميرا الاساسية اكيد امكانياتها اعلى بكتير جدا من الكاميرا السيلفي. وزي ما قلنا كده في اول هذا الخبر ان سامسونج داخله بموديلين. اتكلمنا خلاص عن الموديل الاولاني اللي هو السلايد بشكل راسي، لكن سامسونج قدمت موديل تاني هيكون السلايدنج فيه بشكل افقي. ولكن لزم التنويه ان مش معنى ان سامسونج قدمت براءة اختراع لهذه الموديلات ان خلاص سامسونج دخلت او قررت انها تنفذ هذه الموديلات بشكل قريب يعني. فوارد جدا الموضوع ده حاجة مستقبلية، او انها بتضمن براءة اختراع للقصة دي، بحيث انه حد تاني حب يعملها تقدر بقى تقضيه والافلام اللي انتوا عارفينها. نيجي بقى للخبر التاني، وهو من العملاق الصيني شركة شاومي. هذه الشركة اللي قدرت وفي فترة بسيطة جدا تحقق انتشار كبير جدا جدا جدا. وشاومي عامة ما بتبطلش تفاجئني انا شخصيا يعني. شاومي ويندوز موبايل، او بشكل ادق شاومي مي 4، وهو الهاتف الوحيد من شركة شاومي اللي تقدر تخليه يدعم الويندوز موبايل. وخد بالك من كلمة تخليه يدعم دي، لان هذا الهاتف بينزل عادي جدا بواجهة او بنظام الاندرويد. ولكن بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت تقدر على هذا الجهاز تنزل الويندوز موبايل. نيجي بقى للخبر الثالث، وهو من العملاق الامريكي شركة ابل. الخبر عامة بسيط جدا، ولكن على قد بساطة هذا الخبر فهو مهم جدا. عامة خلونا نشوف ايه هو الخبر ده. الخبر بيقول ان في
احتمالية لوجود خاصية مهمة جدا تنزل مع الايفونات الجديدة او سلسلة الايفون 14، الا وهي خاصية الاتصال بالاقمار الصناعية في حالات الطوارئ بشكل عام. يعني من الاخر الموضوع مش هيكون مفتوح بشكل عام، يعني مش هتقدر تعمل براوزنج او تخش على الانترنت، لا، لكن هتقدر تعمل الاتصال عبر الاقمار الصناعية دي في حالات الطوارئ او عدم وجود شبكة. هتختفي صحراء بقى، كنت في مركب في عرض البحر ووقفت منك، الحاجات دي. لكن اللي انا واقف عنده ان دي هتكون نقطة انطلاق لعالم جديد كليا، وهو الاستغناء عن الانترنت الارضي والاتجاه للانترنت الفضائي. وخلاص كده نكون خلصنا تلك الهبدة الاخبارية، واتمنى انها تكون كانت خفيفة على قلبكم وملكناش كتير. لكن في نهاية تلك الهبدة، لو عجبت سعادتك كده اعمل لايك، ولو ما عجبتكش اعمل لايك برضو عادي، يعني يمكن الهبدات اللي جايه تعجبك. وما تنساش برضو تبقى تشترك في القناه، ولو فاضي ممكن تعمل شير بقى والحوارات اللي انتوا عارفينها دي، علشان الحاجات دي زي ما قلنا بتساعد جدا في انتشار هذا المحتوى. وخلونا بقى نختم بكفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونراكم في هبدات قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.